هيلي هيلي مالح بيبي يا ملو عليا، الله يتوي الحال مكتوبي. انا امي لالا درجي قدامي يتفاجي هوالي، لا حيلة لا سبب العني. ويلي ايلي ويلي ايلي 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 ايلي. معكم مولاي جعفر، فنان في العيطة المرساوية. انا اول حاجة مغربي 100%، بيضاوي 100%. كنت تنعيش في لندن، مدينة لندن. كنت نقرا في بيزنس، من بعد دخلت هنا المغرب تندير خدام في مجال البناء. الحمد لله، يلا هذا العام قررت باش نلتجه للاحتراف في العيطة المرساوية هنا في المغرب. الحمد لله، هو درنا واحد الخطوة الأولى كانت الحمد لله ناجحة، اللي الحمد لله الجمهور اللي رضى عليها مزيان. الحمد لله، كنا عندنا واحد الاستراتيجي من الاول، ديجا لو برومي باي لي بيان، وتنتمناو ان شاء الله المجيء في المستقبل يكون زاهر. اول حاجه ندخل بالمغرب، لانني ندخل المغرب درت واحد المشروع انا والعائله ديالي في مراكش، دخلت باش نقابل او ميم طون بديت تنغني هنا فيما تنخرج مع الاصدقاء ديالي، تعطوني المايك والو غني لينا صافي. الناس عجبها الصوت، خدينا القرار باش نغنينا في المغرب. دخلت هادي شي عامين، نيت باش نكمل نخدم في البني. من بعد بقينا خدينا القرار باش ننتجو في المجال في العيطة. انا في العيطة من صغري كنت تعجبني، لانني من صغري تيدخلوا عندنا شيوخ للدار، تيدخلوا عندنا الفنانة منهم الخوضة الكبيرة الله يرحمها، كاين فاطمة بنت الحسين كانت تدخل عندنا للدار في الحفلات الخاصة، حسيت حاجة مغيت. ومن تما كان جا عندي داك تنحس براسي بان الفن ديال العيطة تيزيد يعز عليا، وتزيد القيمة ديالو تتكبر عندي. والحمد لله كما قلت لك تنحفظ بالاذن، تنسمع الحاجات بحال الفنانين الكبار تنسمعهم، شعيب بيضاوي تنعاود داكشي ديالو تنسمعو. والحمد لله تحفظ. اول حاجه هو بان هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني ندير ناخذ الاختيار نتجه ليه ديال في مجال هو الفن العيطة المرساوية، لان عندنا واحد الفن اصيل وعريق، وكان تعود على المعاناة ديال المستعمر، ديال الناس اللي كانت ايامات المستعمر كيفاش عاشوا ذاك الوقت ديال الاستعمار، المعاناة ديالهم كيفاش كانوا تيقاوموا المستعمر. بصراحة هذا كما قلت لك هي لا باس دو 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 لا ديسيزيون اللي خديت، هو نتجه لهذا الفن، لاننا باقي عندنا ما كاينش بزاف ديال الفنانات اللي الشباب اللي تيتجهوا ليه. عطا الله الفنانات يمشيو يتجهوا للفنانه الفن ديال الاغنيه المغربيه الشبابيه، والحمد لله فنانه كبار اللي تزادوا طوروها وانتشروا بها في العالميه. وهنا خصنا نساو، خصنا نزيد نفكروا بان راه عندنا واحد الفن عريق اللي ما خصناش نفرطوا فيه. العيطة اول حاجه اختي ما عمرك تزيدي في الحياه، هي ما تنقص ما تزيد، ما يمكنش تكتب عيطة، يمكن تكتب اغنيه شبابيه. اما العيطة المرساويه او العيطة تات كان كيما خصك تزيد تنقل بها الخبر. هي العيطة كانت في الاول تدار الناس هي كوسيله ديال الاتصال بين القبائل، اللي كان تيبغي يحولوا مثلا الخبر كان تمشي تتغنى عباره عن عيطة. اذا ما عمرنا نقدروا نشدوا نحرفوا العيطة ولا نزيدوا عليها ولا نقصوا، هي كان خصها تأدى كما هي تأدات. اكيد ملي تندوي على العيطة كانوا شحال هادي تيغنيو على العيالات، كانوا مثلا حتى الراجل اللي كان تيغنيها يحاول يغنيها بزاي شويه، فيه جلابه فيها بلغه. انا تنشوف بان هذا هو التهرب اللي عند الشباب. ما تبارك الله الحمد لله المغرب عامر، كاين فيه بزاف في بزاف ديال الشباب اللي قادرين يؤديوا اي نوع ديال الفن.
هو في الحقيقة ما خصكش تهرب من هذه القضية. هو أول حاجة ملي تديرها عن اقتناع وعن حب. انتقادات في أي بلاصة، أي فنان عنده انتقادات، غير هو بدوك انتقادات هو فين تنقدروا نزيدوا لقدام. الحمد لله لقيت واحد الإقبال كبير، وبغيت من هذا المنبر تنقول للناس اللي سندتوني شكرا بزاف. خرجت باش نشكر الناس، نقول لهم أنا معكم. الحمد لله مازال كاين العطاء، يلاه بدينا دابا. إن شاء الله يتسنوا مني بزاف، إن شاء الله السهرات، وحنا راني تحت الإشارة ديالهم.